بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. هنكمل مع بعض يا جماعة الدرس الخاص بالكومنتس كاونت الموجودة في الكاتيجوري اللي احنا فيه ده. بعد ما عملنا الفور ايتش وقلنا ان دي هتعمل لوب ثرو اول كومنتس، هتدخل على جميع الكومنتس اللي في الداتابيس، لازم اشيك هل البوست اللي فيها الكومنت دي تبعنا وحبايبنا من قسم اللينوكس ولا مش تبعنا. هشيك ازاي على الكلام ده يا جماعة؟ اول حاجة انت قبل ما تشيك انت محتاج ان انت تعمل كومنت كاونت هنا بلس بلس واكتب لك عليها كاونتر، ده العداد اللي كل ما يلاقي كومنت تبعنا يزود واحد عشان اجي بعد كده اشوف عدد التعليقات كام واطبع المتغير ده بره اللوب. بدأت بيه كصفر اللي هو البيس بتاعه صفر، وبعدين يفضل يزود جوه اللوب، بعدين ابدأ بره اللوب اطبعه براحتي وشوف الرقم اللي فيه متخزن فيه بقى كام. طيب لحد هنا يا جماعة فيش مشكلة، بس فاضل المشكلة بتاعت ازاي اعرف ان البوست المكتوب فيها الكومنت دي بره القسم ولا تبع القسم. اول حاجة اعرفها منين؟ من البوست اي دي. البوست اي دي ده اجيبه ازاي؟ انا دخلت على كومنت اللي هو اسمه جزاك الله خيرا، مكتوب في بوست اللي هي التستيمونيال او في السانكس بوست، هعرفه ازاي؟ عندي حاجة في الكومنت درسناها في الكام درس اللي فاتوا لو تفتكروا، اسمها كومنت اندرسكور بوست اي دي. فاكرين يا جماعة الكومنت بوست اي دي بيجيب ايه؟ بيجيب البوست اي دي المكتوب فيها الكومنت ده. يعني لو انا قلت له تعالى لي البوست اللي اسمه ثانك سو ماتش ده، الكومنت اللي اسمه ثانك سو ماتش تبع البوست دي، كده انا جبت الاي دي بتاع البوست دي الحمد لله. فبقى عندي هنا جيت بوست اي دي اوف كومنت، جبت البوست اي دي بتاعت الكومنت اللي انا مشيت عليها دلوقتي. هنزل سطر تاني واقول له ازاي بقى اعرف ان البوست دي مش في قسم اللينوكس. هنا بقى اللعب بقى الصح، هقول له اف كونديشن. اف ظريف جدا. الاف كونديشن ده هيكون اف نوت، نوت ان كاتيجوري. عندي فانكشن اسمها ان كاتيجوري بيقول لك تشيك اف ذا كرنت بوست از ويزن اني اوف ذا جيفن كاتيجوريز. يعني هشيك على البوست اللي انت هتدهني دي موجوده في الكاتيجوري ده ولا لا، وبيطلب منك حاجتين، الكاتيجوري اي دي والبوست اي دي. هو طالب منك حاجتين، الكاتيجوري اي دي او الكاتيجوري نيم او السلاج او اي حاجه، اكتب النيم او الاي دي او السلاج. طيب اول حاجه طلبتها مني حضرتك هي ايه؟ هي السلاج. السلاج بتاعي لينوكس. تاني حاجه حضرتك طلبتها مني البوست اي دي اللي هو بتاع البوست اللي انا عايز اشيك عليها. يبقى تعالى نقول له بالعاميه، بقول لك ايه يا باشا، هل البوست اي دي ده مش موجود في القسم ده ولا لا؟ لو هو مش موجود if not in category continue، كمل اللوب ما توقفش. continue دي مهمة جدا 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 وتعلمناها في البي اتش بي. كمل اللوب، كمل اللوب بتاعك ما توقفش عنده، لان اللوب في العادي بيقعد ينفذ شروط، بيمشي شرط شرط شرط، جه عند شرط وقف باظ راح ستوب خلاص. لا continue بيقول له فكك من دي وكمل، فكك من التعليق ده وكمل، سيبك من التعليق ده خلاص مش تبعنا ارميه وكمل. هيفضل يمشي معاك ويكمل ويكمل ويكمل. هكتب لك جنبيها كونتينيو، هي مش محتاجه يعني، كونتينيو لوب. بس هنا تشيك اف بوست نوت ان لينوكس كاتيجوري، انا كده شيكت هل البوست مش موجوده في القسم ولا لا. لو مش موجوده كمل اللوب، لو موجوده تمام اعمل لي كاونت، زود لي واحد هنا وخلي الكاونتر يشتغل، الصفر تبقى واحد والواحد يبقى اتنين والاتنين يبقى تلاتة والتلاتة تبقى اربعة الى ما شاء الله. وكده الحمد لله كله تمام، ومش فاضل لي غير اني اطبع دي هنا بالشكل ده. مصممة هي طبعت الكومنتس كاونت، ونروح نشوف الكلام اللي انا بقوله ده كلام فاضي ولا طلع صح ولا ايه بالظبط ولا ايه ظروفه ولا ايه الكلام، ونروح نحسب الكومنتس كاونت 98. الله ده طلع صح، طلعت سبحان الله طلع الكود سليم، واحد ما كانش متوقع خالص. طيب 40 كومنت 38 يبقوا 78، ندخل على الصفحه اللي بعدها 78 و18 يبقوا 96، 97 ندخل على الصفحه اللي بعدها 0 يبقوا 97 برضو، 1 يبقوا 98 اللي هو كاتبها لي، والحمد لله طلع الكود سليم وبيفهم وجاب لي عدد الكومنتس كاونت كاملة بتاعت القسم اللي انا فيه. تقدر ان انت تحول الكود ده لفانكشن عشان تستخدمها في اي مكان.
يا رب يا جماعة الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم وكونوا فهمتوا كل حاجة. أشوفكم إن شاء الله في درس جديد، والسلام عليكم.